ايه هو بقى؟ هو انت بتنصب ولا ايه؟ رحت بيت اللي في منطقه شعبيه مش في الزمالك ولا المهندسين دول كلهم. فلما نيجي بقى سعادتك على فكره هو بس اللي ساكن في المنطقه الشعبيه، انما انا لا، انا اللي ساكنه في المنطقه الشعبيه، انا في الزمالك. عملت الفراخ بالبيبسي، انت عايز ايه؟ الغرض من الفيديو ده حق او طبخت الملوخيه في الغساله مثلا يعني؟ مثلا والله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكو. النهارده عندنا حاجات بس يا حنان. ايه ده؟ طبعا اللي هيشوف ده عمره ما هيقول غير ان ده معمول في الشركه. طب اللي هيشوف البسكوت النايز بالجمال اللي تحت ده ايه ده؟ لا والسكر بص عامل ازاي عليه السكر. لا وكتابه نايس. طبعا اللي هيشوف ده هيقول ايه؟ ده قوالب دي اللي بيكتبوا بيها نايس. ما تاكليش كتير والنبي، ما هو الحاجه كتيره. ايه ما الحاجه كتير، ده في ملوى علبه. طيب لما احنا نشوف ده، طيب لما نيجي نقول البسكوت الويفر ونقول الحاجات ديت، يبقى ايه؟ يبقى البسكوت الويفر اللي على اصوله. بص كده اهو، ها شايفين الجمال ده؟ ده ويفر؟ شغل ايه؟ شغل مصانع. والله شغل مصانع. طيب تعالوا بقى كده دلوقتي ونبدا مع بعض ونشوف الكلام دوت بيجي منين. يلا بينا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم. زي ما سالتوني طبعا البسكوت وازاي عملنا البسكوت، البسكوت النايس الجميل دوت، بسكوت صنعته سهله جدا. طب ازاي نعمله؟ هنبدا نخش هنا عند ايه؟ عند بسكو مصر، ونبدا نشوف هناخده العلبه كلها تقريبا ب 22 جنيه ولا في حاجه. تعالوا نخش كده يلا. ازاي صحتك؟ ادي النايس اهوت، واروح لعم حسن ونشوف البسكوت النايس دوت سعره كام بالظبط. على فكره بقى احلى احلى بسكوتات ممكن تاكلوها في بسكو مصر، احلى وانضف بسكوت وكحك العيد وكل حاجه بصراحه. بتبقى بلدي طبعا وبتبقى بزبده اهو مكيس. هنعرف من حسن دلوقتي هو في كميه قد ايه وفي عدد قد ايه وتكلفته ايه. ادي كده اهوت، ما علينا غير ونقعد نكيس. وهاتوا لي كيس، امسك يا ابني كده اما اوريلك، وروح هات الكيس واقفلي لي الكيس. وبكوبايه دي هتعملي. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ كوبايه دي هتعملي احلى بسكوت. طب هات واحده، هات واحده. العلبتين دول خدوا بالكم قسما بالله حتى ما خليش اكمل تصوير لانه هو موظف، بس دفعت جوه 45 جنيه. انا كان معايا دي طبعا بسكو مصر عليها اسم مصر، انا كان معايا 200 جنيه. دول كام يا حنان؟ ادي 100 يبقى كله ب 45 جنيه. انا اللي وقع بتاعي، الفلوس اللي وقعت بتاعتي. يعني انا قسما بالله لا اعلان ولا ليا مصلحه، انا بتكلم بس ايه؟ ادي ده كده واهو. انت اتعلمت تعمل زي بتوع اليوتيوب؟ ها؟ لا امال ايه؟ بحب الشغل النصب، واجيب ازازه بيبسي وازازه سفن واعمل بيها فراخ واعمل بيها مهلبيه واعمل بيها مغاوية. لا ده انت بتقول عليا انا بقى. عايز اعمل بسكوت ده ب 22 جنيه. كام؟ ولا اوريهم العده من جوه. هنا؟ هنصورها في البيت بقى. هنا انا كشيف محمود انا بشجع منتج بلدي بيبسكو مصر. يا بنت انا قايل لك لما تعملي الشاي باللبن، انت يا ست اللبن قليل. هو انت ليه بتسيني الشاي باللبن على مزاجك؟ هو عايز لونه بني اهو بني. ما تنسيش انا ما بشربش، ما كنتش بدخن ولا بشرب سجاير، والمصحف ده انا دخنت منك بس عشان عايز اوري لهم البسكوت بتاعها. ابدا صور. لا انا هسقي الاول. سقي. ده بسكوت نايس. يلا ستاند باي. ايه نايس ايه يا ماما؟ تو وان. بصوا بقى عايز اوري لكم، هاتي بعد اذنك. بصوا تمام.
واحده من عندها. جاي انت تخيلوا البسكوت ده معمول فين وازاي؟ وهي دي المفاجاه بتاعتنا النهارده. بصوا لما اجي في يوم من ايام ماما معلش ثانيه بس عايزه ب 200 جنيه هشتري حاجه، عايزه 200 جنيه معلش. يلا روح لما اجي في يوم من الايام وابتدي اتعامل او اعمل فيديو واحد من نفسي زي الساده الافاضل بتوع اليوتيوب، هو ده بتاع النهارده. ايه هو بقى؟ هو انت بتنصب ولا ايه؟ اه رحت هوريك دلوقتي انا رحت فين. ده كله بكام يا منى؟ غير اللي احنا فتحناه وكلناه 220 جنيه. بكام؟ 220 جنيه؟ 220 جنيه. دول كلهم ب 45 جنيه. بابا بيصرف على البسكوت ومش هينعرف يصرف علينا. اطلب عليكم على اللي جابوكم. وادي كده دول بقى الحاجات دي كلها غير اللي كلناه ب 45 جنيه. وانا قدر انا لسه ما كلتش. عشان تحسبوا بسكو مصر مش مستنيين انا اعمل لها اعلان. بس ما رضيتش يخليني اتصور جوه اوريكم منتجات ايه. الشاي ظبط ظبط ظبط. الشركه دي بسكو مصر عند السواح جنب بيتي. بيتي اللي في منطقه شعبيه مش في الزمالك ولا المهندسين. دول كلهم. فلما نيجي بقى سعادتك على فكره هو بس اللي ساكن في المنطقه الشعبيه، انما انا لا، انا اللي ساكنه في المنطقه الشعبيه. انا في الزمالك. عندك عامل الكوبري يوصلني بيكي ولا يهمك. ادي كده ده ولا تتعبوا روحكم وتروحوا تجيبوا الكفر وتروحوا تعملوا مش عارف ايه وتغلفوه. طبعا انتوا متغاظين ان انا باكل بسكوت ويفر بالشوكولاته، لا مش بالشوكولاته، بالكريمه وبسكوت نايس وبسقي بشاي بحليب. مفيش حد في البيت هيعرف يعمل ده، لازم مكنه اللي هو الويفر. طبعا عرفنا؟ أيوة. فما يجيش واحد يقول لي سيفن اب ولا بيبسي كولا ولا بتاع. برضه بتخليش سيرتي انا اللي عملت الفراخ بالبيبسي، انت عايز ايه؟ الغرض من الفيديو ده حاجتين والله، شركه بسكو مصر اللي هي عليها اسم بسكو مصر خلاص كفايه هزار بقى. الغرض الثاني بجد والله انا قايل لحالي ما تخليش حد يطلع علي يضحك عليكي في اليوتيوب او الفيسبوك ويقول لك مثلا انا هحط ملوخيه، معلقه ملوخيه على الشاي وتعرف السر. او طبخت الملوخيه في الغساله مثلا يعني. مثلا والله العظيم انا بعترض مع مراتي، اوعوا تحسبوا ان انا كده مع الغرب. انا بدعم مراتك. انا بعترض مع نفسي. لما يعني بصوا بقول لكم اول مره قلد اليوتيوب في فيديو فالصو اللي هو اللي انا بعمله ده وجايز تطلع منه بفايده. سيبكوا بقى من القصه دي كلها. لا والله يا حنان انا ضربت بسكوت وان شاء الله السكر هيعلى. ومش هيطلع زيه وب 22 جنيه. وبسكو مصر مش محتاجه اعلانات زي ما قلنا. النقطه الثانيه اللي يطلع يحط لك ازازه بيبسي، يحط لك ازازه 7، يحط على حاجات انا اول من عملها في اليوتيوب كله والتلفزيون بننصب وبنكذب وبنضحك على بعض. ثواني وحاته امك شيخ هات حته فاخره. انت خدت كام في الاعلان ده وما ادتنيش؟ خدت باكو بسكوت والمصحف واد قتل واد قتل والله واد قتل. طب قول لي خدت كام عشان نقسم بالنص؟ خدت حته فاخره. قال عليك انت بقيت تشتغل. وحاته اقول لك حته فاخره. انت بطلت السجاير وبقيت تدكن الفلوس ويا خوفي ده تتجوز عليا. مفيش حد بيدكن الفلوس غير ماما. السجاير شويه ها؟ يلا. ماما الوحيده اللي بتدكن الفلوس. وعرفتكم الموضوع ايه؟ العيله بقى اهي منى. انت بتبرطمي تقولي ايه يا منى؟ بتبرطمي تقولي ايه يا منى؟ العيله بقى اهي. والله العظيم ما حدش بيتذكر غيرها. ويا منى طالبين منك تعملي لنا فيديو اسئله تاني. ماشي بتقولي ايه؟ والله العظيم منى اللي همنتج وهسمع انت بتقولي ايه؟ ابنك وهو رايح المدرسه وتحطي له دول قد ووفرتي بدل اللانش بوكس. لانش بوكس لا لا يا حبيبتي ما تحطيلوش دول، قولي له روح يا بابا اما ترجع هتفطر. ما توفروا خالص على العيال، ايه اللي قلته يعني؟ ومصحف يا اولاد وربي. كنت اصحى من النوم الساعة 6 دلوقتي ما تشوفش الموميز بيعملوا ايه. ده لانش بوكس وفي سويت كورن وفي منى. افضل نايم بره. امي كانت بتصحيني 6 الصبح عشان اذاكر لان انا كنت بتاع الضهر. يا محمود صحي ياما وانا نايم. يا محمود صحي ياما. الواد طلع عذاب كفار. يجي اخبار خفيفه الساعه 9 الا ربع. يا محمود ايوه ياما هوبا قبل فضيله. ما حضرتوش انتوا الحاجات دي؟ يعني انت مش قاعد تذاكر وقاعد تسمع اخبار خفيفه وقبل فضيله يا باشا؟ وبعدين بعد كده انزل ايه بدري الساعه اقول لامي الاول عايز اكل فاجيب ايه كان بشيلن فول ودي إيه؟ امي بقى تقول لي اعمل لك سندوتشات فول. انا ما بحبش طول عمري لغايه دلوقتي ما اتجوزت عشان بتبوش العيش. انزل بدري الساعه نلعب انا وزمايلي نحط الشنط نعملها جون. كنت بحب العب كوره قوي
وانا صغير. بعد كده امي تقول لي بتخرج الساعه كام؟ ولا الساعه 5، انا بخرج 4، وناخدها من 4 ل 5 نكمل بقيه لعب الكوره، واروح على البيت. ايام كانت والله العظيم ورا لما بتاخر في الصيدليه 10 دقايق. طبعا امي كمان صيدليه مين؟ الاقي الموبايل رن رن رن، ده بقلقان عليها. ماشي، بشكركم جدا زي ما قلت لكم اول فيديو، ضحكنا ولعبنا مع بعض مع الولاد، اشوفكم على خير. هو ده بس اللي تعرف. وانت وانت رايح الصيدليه انا جاي اختم على قلبك اهو، انا هختم كمان معاهم. صدق الله العظيم. استنى استنى، ايوه كل ما اقول له انت يا عم يا شيف عملت الفيديو ده من غير ما تحط خاتمه، انتوا عارفين ان انا اللي بمنتج دلوقتي، يقول لي ما تقولي صدق الله العظيم. اختم انت وخلاص. حاجه جميله. يلا السلام عليكم، رجاء ما حدش يزعل من الفيديو. لا اللي عايز يزعل يزعل ولا يهمكم، انا برد خلصت السجاير بطلتها برد. الفيديو على سبيل الفكاهه لا اكثر ولا اقل. ولا فكاهه، اللي عايز يزعل يزعل. الدنيا باظت. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. فيديو على سبيل الفكاهه جايبينه من عند الفكاهين.